وعلى ذكر الكابتن محمود الخطيب، عايزين نعرف حضراتكم ان كابتن محمود الخطيب استقبل امبارح وفد من شركه اديداس. طبعا كانوا رايحين عشان عمليه تعزيز الشراكه ما بين الطرفين خلال الفتره المقبله ان شاء الله. وعبر وفد اديداس عن سعادته البالغه بوجوده داخل النادي الاهلي والعوده من جديد للشراكه مع النادي الاهلي، اللي وصفها ممثله الشركه بانها شيء في غايه الاهميه وخطوه لتعزيز النجاحات في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط، أكيد من خلال استغلال شعبية النادي الأهلي الواسعة وتاريخه العريض الحافل بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة. تعالوا نتابع برضو المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير ونرجع بعدين نكمل الكلام. تفضل. Extremely important to us as Adidas. Egypt is an extremely important market for us. Football is rooted in the culture, the heritage of Egypt and us a brand as well. So to be partnered with Al Ahly is extremely important. It's extremely special for us and we're really honored to be able to bring our brand to the consumers together with Al Ahly. I think to be here on ground together with the team to build those relationships face to face, to see the Al Ahly community, to see the locker rooms where the players go, really to feel the spirit of the sport, the club, the history. It's been very, very special for us. إحساس رائع بصراحة، لأنه تسمع عن النادي الأهلي وحركة النادي الأهلي، بس لنفوت ونشوف الحدث من الأرض من محل ما اللعيبه بيركزوا بيتدربوا بيلعبوا، نحكي مع الطاقم الإداري ورؤيتهم للنادي، شيء بيأكد لنا أنه اللي عم يشتغلوا به مصر أكيد ومع النادي الأهلي أكيد بمحله، وإن شاء الله فرص لنوسع ونكبر ونقدم نجاحات بيننا وبين النادي الأهلي على طول إن شاء الله. شيء مهم أكيد وجوهري اللي عم نشتغل به مصر، رؤيتنا لمصر رؤية واسعة من ناحية البزنس، من ناحية التركيز بالرياضة، نحن شركة رياضة أولا وآخرا، فنادي الأهلي بيلعب دور مهم جدا باللي عم نشتغل به مصر على الأرض. نحن شركة موجودة مباشرة كجلوبال براند بمصر، وعلاقتنا مع النادي الأهلي إن شاء الله اللي هي بلشت عن جديد مثل ما بيقولوا، إن شاء الله بنبني عليها من هون لمستقبل اللي كان بمصر للجماهير للبزنس، وأكيد السبورت للرياضة بشكل عام وبالتخصيص أو بالأخص الفوتبول. 100% من الشغل اللي النادي وصل له والنجاح اللي وصل له بيساعدنا نوصل للبدنية بمصر وبجمهور مصر، مش بس بمصر، حول العالم تقريبا وبالبلاد العربية أكثر شيء، بطريقة إن شاء الله متوافقة مع اللي بدنا إياه بالنهاية. تاريخ النادي كتير عريق، تاريخ النادي كتير قوي، بس اللي شايفين للمستقبل النادي كمان كتير مبهر وكتير مشجع، فشغلنا معكم إن شاء الله بيكون نتيجة قوية ومنساعد بالميلتين نوصل لبدنا إياه. يعني طبعا شركة كبيرة، اديداس شركة عالمية كبيرة جدا ولها ثقلها، والنادي الاهلي يعني مش هتكلم عليه، فالكبير دايما بيشارك فعلا الكبير.